بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات تتحدث عن شرائع الأسرة وعن بعض ما يلزم الأزواج والزوجات. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا مات الزوج وترك امرأته فإن لها عدة لازمة لا بد أن تنتظرها، هذه العدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام. يقول العلماء، علماء العقل أو علماء الدين، الاثنين معا علماء الكونيات وعلماء الدين، يقولون إن الأربعة أشهر وعشرة أيام هي المدة التي يمكن أن يتبين فيها هل الرحم خال أو مشغول، هل هناك ولد ينتظر أو لا. وهذا من ناحية الشرعية مأخوذ من الحديث الذي ورد بأن النطفة تستقر 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما، فهذه 120 يوما، والعشرة أيام الأخرى لإمكان تحرك الجنين بعدما يتكون، ولأن الشهور العربية فيها مزيد من الأيام أو نقص بحسب اكتمال الشهر أو عدم اكتماله. فالعدة لا بد منها 4 شهور و10 أيام، لكن قال علماء الشريعة أيضا هذه الآية التي تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، خصصتها آية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت المرأة الحمل فإن عدتها تنتهي بذلك، ولو لم تبق العدة إلا يوما واحدا، بمعنى لو مات الزوج أمس وولدت المرأة اليوم فإنها تحل للأزواج وتنتهي العدة. أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية كما يقول علماء الفقه عامة مخصصة،
وكان قد روي عن ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين، ولكن هذا الرأي غير صحيح ولم يعمل به المسلمون، بل قيل إن ابن عباس رجع عنه بعد أن عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لإحدى الصحابيات أن تستعد للزواج بعد وضع حملها، وكان ذلك بعد مدة بيقين دون 4 أشهر و10 أيام. العدة للانتظار معرفة الولد، وأيضا لأداء حق الزوج الذي توفي. ومن هنا فنحن نعتبر أن للعدة حرمتها التي ينبغي أن توفر لها. ثم في هذه العدة، عدة الوفاة، لا يجوز للمرأة أن تتزين ولا أن تتعرض للزواج، بل عليها الإحداد. والحداد في عصرنا هذا معروف لفقد عزيز، لكنه في الحقيقة من الناحية الإسلامية لا إحداد إلا مع فقد الزوج. فالحداد شرعا يجب على المرأة عندما تفقد زوجها، ويرى العلماء أنه ممكن أن يلحق بفقد الزوج الطلاق النهائي البات، طلاق الثلاث، فإن المرأة فيه ما ينبغي أن تتزين ما دامت في عدتها. هذا ما يقوله كثير من العلماء. والآية بتمامها: والذين يتوفون منكم، والخطاب للمجتمع الإسلامي، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ينتظرن ويترقبن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. أبو حنيفة يستفيد من هذه الآية أن للمرأة أن تعقد الزواج، وإن كان غيره يرى أن المرأة لا يجوز أن تباشر عقدا، وهذا خلاف فقهي لا مجال لبحثه هنا. لكن بدأت الآيات تتحدث عن أحكام العدة. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. التعريض: امرأة توفي عنها زوجها ولك رغبة في أن لا تترك أيما بل أن تتزوجها، ما يجوز أن يكون هناك كلام حاسم في هذا الموضوع ولا تصريح به في أثناء العدة، بل إذا كان ولا بد من تلميح من بعيد كلام فيه تعريض بأنك قد تتزوج أو ترغب في الزواج، تفهم من دلالاته البعيدة أنك قد ترغب فيها وأنك قد تعقد عليها، لكن ما وراء التلميح والكلام من بعيد لا يجوز. وهذا ما فصلته الآية هنا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، لا يجوز بعيدا عن الرقباء أو بعيدا